بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مرة تانية إن شاء الله بنكمل أو بنشرح حاجات مهمة، مراجعات مهمة وأساسيات مهمة للتعليم الاستنباط وعموما الصناعة الأحذية ومنتجات البداية ككل. إحنا طبعا هنا شعار الجمعية إحنا حاطينه اللي هو ليزر يونيون، اللي هي الجمعية المصرية لتنمية المهارات وتسويق المنتجات للمنتجات المصرية. هدفنا إن إحنا ننمي الصناعة ونطورها، وبنبدأ بالتطوير في المنتج والتجويد والتسويق وكده، ولنا نشاطات. طبعا موقعنا على صفحة الفيسبوك at choose industry لو حد بيحب يخش يشوفها، وطبعا في مواقع عاملينها على النت للجمعية، وفي ابلكيشن على الموبايل وكده. اللي عايز يستفسر ممكن يكلمنا نديله البيانات. الجمعية بتخدم تقريبا خدمات شبه مجانية، يهمنا ان احنا نفيد القطاع وننقل خبراتنا. دي مقدمة سريعة، معلش. هنبتدي نخش واحدة واحدة دلوقتي للمبتدئين أو حتى للموجودين، بننشط ونذكر الفكر. إحنا عندنا أنواع الجلود اللي بنستخدمها في الصناعة: البقري، الجاموسي، الجملي، الضاني، الماعز. طبعا البقري من البقر، والجاموس من الجاموس، والجملي جمل وكده. طبعا كل واحدة منهم ليها مزايا وليها تخانات وليها مسام معينة، وانتم يمكن عارفين، وليها استخدام معين. دي انواع الجلود الطبيعية اللي بتستعمل في الصناعة. لما كل يعني اتجاهات الشد في الجلد، حتة الجلدة بتاعت الحيوان ده اللي هو ظهره وجلده، مش كلها زي بعض. خلي بالك احنا بنراجع الكلام ده، ان في حتت بتبقى مطرح البطنية طرية، مطرح الطروف مش عارف ايه، فمختلفة في القوة وفي السمك ومن حيوان لحيوان. بنراجع الكلام اللي بنقوله قبل كده برضو في الحاجات دي، ان هو مقاسات القدم ليها عدة انظمة. يعني المقاسات في النظام الفرنسي اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو الكونتيننتال، وفي النظام الانجليزي، الامريكي، الصيني. احنا بنشتغل على النظام الفرنساوي. الكونتيننتال اللي هو المقاس بيبدأ من 15 وطول الرجل 10 سنتي، يعني هو بادئ من رجل الطفل اللي رجله 10 سنتي اللي هو مقاس 15، وبعد كده بيبقى بعد 15 16 17 وكده، كل نمره بتزيد 30 سنتي، يعني 6.6 مللي، اللي هي الفرق بين النمره. يعني معنى الكلام ده ان لو فرده مثلا مقاسها 45، يبقى طولها بالسنتي 30. ليه؟ لان هي 30 سنتي، فال 45 في 30 يديك ال 30 سنتي، ال 30 سنتي وهكذا. بيبدا من مقاس 5، ده اللي بيهمنا عشان هو ده اللي شغال في مصر، اللي هو المقاسات دي، يعني اللي هي النظام الفرنسي. القوالب مختلفه، لكن لازم كلها تحقق ايه؟ ان انا اعرف الرجل تكون مستريحه واللبس صح، فالقالب يكون مهم جدا. انما هو ممكن يبقى القالب شكله عريض وفيع، بس الرجل ما هي الرجل ثابته، فلازم القالب يتناسب معاها ويكون مريح. فنخلي بالنا من الحته دي. لما بنيجي نعمل قميص قالب، احنا طبعا بنراجع وبنفكر وبنعمل قميص القالب في كذا طريقه وكلها كويسين. شريط اللزق اللي هو المعتاد اللي احنا دايما بتعملوه، وفي ورق الكلك برضه، دي طريقه جميله وكانت قبل شريط اللزق. وفي عمل السمكه دي اللي هي بنعمل لها جزء من فوق وبنخليها حته واحده وبنرسم. ده كل ده مشروح في البرنامج اللي هو برنامج انا موديلست، كل ده مشروح فيه بالتفصيل طبعا، انما احنا بنذكر وبنراعي. المفروض بعد ما بتعمل القميص ده بيبقى ميت، احنا بنراعي ان هو نعمل له عمليه التقفيز، واحنا قلنا ان هي بنعمل ازاي الخطوط بتاعتها، وبنقفل من ورا حوالي 3 مللي زياده او حاجه عشان تخلي الفرده لابسه على القالب اكتر. ده احنا بنعمل تذكره ومراجعه مهمه. قميص القالب لما بعمله ما اعملش نص قالب، اعمل الاثنين واحطه على ورق كرافت اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه، ونقفله كانه جزمه من قدامه ومن ورا، ونشده على القالب ونشوفه مظبوط ولا لا. ده مهم جدا، لان انت قبل ما تتعب وترسم الموديل وقبل ما تعمل حاجه، لو القميص بتاعك مش مظبوط هتتعب. اظبط القميص الاول. لما اجي ارسم بقى الموديل، النقطه الثانيه، لما باجي ارسم الموديل احنا كنا متفقين ان في بعض الخطوط مهمه قوي قوي قوي
اللي هي بحدد بيها فين المساحه اللي ممكن الرجل تنزل منها عشان ما اعملش جزمه مخنوقه جزمه ما بتلبس. نرجع لدي برضه هنلاقيها في البرنامج بتاع انا موديلست في الجزء بتاع البطرونات والرسمه هتلاقوها موجوده دي تتراعى وتخلي بالكم منها. القياسات دي برضه بنفكر بيها وبنركز فيها تاني عشان دي كلها مراجعات مهمه. الارتفاع الفوتي اللي بنوقف الجزمه الكلاسيك مقاس الجزمه زي ال 18 او نقدر نقول خمس طول القالب، يعني القالب مثلا 20 سم هتبقى 4 كده يعني. في عندنا عظمه ناحيه الرجل اليمين او الشمال الاثنين من بره من ناحيه بره الارتفاع بتاعهم بيساوي خمس طول القالب برضه، دي نقطه رعايه كويس قوي ان انا لازم ارسم تحتيها عشان ما اخبطش فيها وادائي الرجل. نبقى عارفين ومذاكرين كويس قوي ان القالب من ناحيه بره اطول شويه من ناحيه جوه، دي برضه من الحاجات اللي لازم نراعيها واحنا بنشتغل عشان نبقى فاهمين بنعمل ايه. امتى المنطقه احنا بنقول بتبقى 1.6، انا يعني ده انا بدي تقديري لكن هي بتختلف حسب تخانه الجلد وحسب الموديل و و و، انما احنا بنقول تقريبا ادي 1.5 1.6 من 10 عند البوز، 1.8 من 10 في المنتصف عند راس الكمره، 2 سنتي عند الفوتي. يعني دي المتوسط اللي تشتغل عليه كويس. طبعا احنا بنقول ده بيختلف من رجالي حريمي تخين باطس في ايه محطوط في الجزمه مكوناتها، لكن هي احنا بندي رفلي المقاس ده يزيد او يقل حسب المكونات اللي انت عاملها او اللي انت هتبقى. طيب امتى التاني والركوب؟ قلنا دي بتختلف حسب التخانه وحسب الخامه وحسب الموديل، صح؟ قلنا لو احنا بنشتغل على جلد تخين يبقى محتاج مثلا امتى التاني توصل لخمسة او ستة، لو جلد رفيع ممكن ثلاثة في التاني وهكذا، ودي شرحناها وموجودة في برنامج انا موديلست برضو، الحاجات دي كلها موجودة. التنبيه المهم ان انت ما تستخدمش اسطمبة الوش في البطانة ابدا، البطانة غير الوش. ليه؟ لسببين. السبب الاول ان بينهم حشو فمش ممكن يكونوا الاثنين زي بعض، لو هي دي قد دي وفي حشو 2 مللي بينهم ولا 1.5 مللي يبقى معنى كده ان واحده منهم هتبقى يا مكرمشه يا ضيقه، ما ينفعش. فلازم اراعي ده وانا بعمل الموديل، اللي اسطمبه البطانه تتعمل لها اسطمبه غير الوش، ده لازم، وعشان كمان اوفر في الخامه بتاعه البطانه اللي هعرشها في الاخر تحت ملهاش لازمه، انا ما بطبقهاش كلها، انا باخد نص قيمه المونت مثلا. طيب لما باجي اعمل كامبري بقى عند الحذاء في عندي النقطه دي دايما الناس بتسال كتير فيها وهي نقطه مهمه، ارتكازك فين؟ ارتكازك في حته وانت بتلف الفرده كده وكده، دي مهمه قوي بحيث ان انت يبقى دايما دايما المنطقه بتاعت الشاطي وكافيه القالب ما تتغيرش ومقاسات الوش ما تتغيرش، فدي عايزه شويه تمرين عليها عشان تقدر تطلعها كويسه وتعملها وتجرب ورق كرافت وتشد وبتاع، ده حاجات كلها اساسيات ومهمه عشان استنبتك تطلع حلوه ومظبوطه وتلبس ومحدش يقدر يقول فيها حاجه غير الله ينور وكده. طيب انا عملت الاستنبه، المفروض ان لازم اكتب عليها وعلى والرسمه بتاعتها كل البيانات الاساسيه، كانك انت مهندس وعامل رسم عماره. دي لوحة التصميم بتاعتك بتكتب فيها ايه الخامة سمكها انواع الخيط كان تاني فين كل حاجة تتكتب عليها عشان تفضل معاها. طب افرض انا غيرت حاجة، غيرت القالب غيرت الخامة، لازم اعدل الاسطمبة عليها، كل اسطمبة معمولة على قالب على نوع جلد على حاجة لازم التزم بالخريطة بتاعتها والرسمة بتاعتها، عشان كده بنقول اكتب عليها كل البيانات اللي هي بتبقى في رسمه اللي انت راسمها فيها الحاجه، تعمل كل ده. اوعى تنسى الحكايه دي مهمه جدا وما تستهترش بانها حاجه بسيطه، لا واحنا عارفين انك هيجي بعد كده بكره ايه الموديل اللي غيرت حاجه بسيطه فيه، غيرت مش عارف ايه، لا. وما تشدش موديل قالب على قالب تاني، ده برضه من الاخطاء مش حلوه. لما اجي اعمل سرير يدوي، لو انا ما بفضلش انك تعمله يدوي دلوقتي لان في عندي الكمبيوتر مظبوط وكل حاجه، لكن لازم تخلي بالك كل جزء من الحذاء كل حته كل اسطمبه ليها نسبه من النمره، ليها نسبه من النمره، فلازم اديها نسبه الطول بتاعتها
والعرض بيبقى تقريبا ربع نسبة الزيادة في الطول الكلي، ربع نسبة الزيادة في الطول الكلي. يعني بقسم الطول الكلي على 4 واحطه، يبقى هو ايه ده الطول بتاع ده العرض. يعني العرض دايما مواش بنفس نسبة الطول، خد بالك من دي. وعلام الألم الرصاص، علام الألم الرصاص اللي انت بتعلم بيه، بتاخده من اعلى لاسفل، يعني على اساس ان انت ما بتاخده يعني باتجاه واحد دايما، عشان وانت بتكبر او بتصغر يبقى باتجاه واحد. انا ما بفضلش الباترون تعمل السي بتاعه يدوي، لانه مهما كان عايز خبره كبيره وعايز تمرين كتير، لكن دلوقتي بقى في سهل قوي تعمله على الكمبيوتر. ان كان الموديل اللي تعمله يدوي افضل واسهل للجزمجيه او للي هو فاهم شغله كويس، كمبيوتر برضه كويس وكل حاجه، بس لازم يكون فاهم ده. شوف في ناس كتير قوي تقول لك ايه الله هو احنا لسه لا ده لو انت مش فاهم اليدوي مظبوط مش هتعرف تعمل اللي على الكمبيوتر. الكمبيوتر بيسهل لك تعمل الاسطمبه او بيخليك تقدر تغير فيها بسهوله، انما الاساس لازم تكون فاهم. وانت بتعمل موديل انت بتعمل ايه، انت بتغير من 3 دايمنشن ل2 دايمنشن، ولازم تكون فاهم كويس قوي في الجزمه وفي تلبسها وفي الرجل وتشريح ومقاسات القالب. ده كل ده مهم، وده هتلاقيه كله برضه موجود في البرنامج بتاعنا انا موديلست. واي استفسار احنا تحت امركم، وشكرا للاستماع، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وشكرا جزيلا. سلامة حمزة، الف شكر.